الإنسان هو محور الإبداع في المسرح الكرنفالي بتصميمه الذي يركز على تعبير الفرد عن المشكلات المجتمعية وإعادة تعريفه للمعيشة وأساليبها ليقدم عرضاً إيجابياً ومبهجاً بالتعاون مع المجموعة. وأساس هذا العرض هو المشاهد الفردية الذي يعكس الدعم المتبادل بين الفرد والمجموعة. يتم عمل 8 مشاهد على الأقل، كل مشهد يقوم به فرد واحد وتساعده المجموعة في أدائه. فما هي مواصفات هذا المشهد وكيف يتم صناعته؟ أنا أحمد صالح، منشئ ومؤسس مسرح الكرنفال من المدينة للفنون. مشاهد الكرنفال. المشهد يطرح المشكلة الاجتماعية من وجهة نظر المؤدي. يستخدم المؤدي أي طريقة فنية في أداء مشهده، كالرقص، الحكي، التعبير الجسدي، المايم والبانتومايم، الخطاب الشخصي أو المونولوج. مدة المشهد المناسبة هي بين 3 و5 دقائق. ينقسم المشاركون إلى مجموعات صغيرة لتساعد شخصا في بناء المشهد وتقترح دور المجموعة فيه. يمكن أن يكون هناك مشهد يقوم به 2 في شكل مناظرة ويشارك الجمهور في المشاركة فيها بالتدخل والحوار والتعليق. بعد أن تقوم المجموعة بإنشاء 8 مشاهد، يحاولون إيجاد طريقة للترتيب المنطقي لها. تقدم المجموعة 4 مشاهد في البداية، وبعد الأغنية تقدم 4 مشاهد الأخرى. المشهد الأخير يفضل أن يحتوي على الفكرة التي تطرحها المجموعة لحل المشكلة الاجتماعية. كيف يتم صناعة المشهد؟ أولاً، تناقش المجموعة فكرة العرض عن طريق تمرير كلمات أو جمل قصيرة يشارك بها كل فرد. يحاول القائد عن طريق الكلمات والجمل القصيرة الربط بين أفراد المجموعة بعد ذلك الذين تكلموا في نفس الموضوع، ويقسم المجموعة إلى مجموعات تحوي كل منها 3 أفراد. لكل مجموعة قائد واحد مسؤول عن إنتاج المشهد. تجلس كل مجموعة مع نفسها، يحكي كل منهم تجربته الشخصية أو تجربة سمعها أو فكرة خيالية. تختار المجموعة فكرة واحدة لتصنع منها مشهدا. تحاول المجموعة أن تجد الطريقة الفنية التي سيؤدي به أحد أفرادها المشهد، وتحدد كذلك دور المجموعة في الصفين. بعد ذلك تؤدي المجموعات المشاهد المقترحة وتناقش المجموعة كلها ما تم اقتراحه. تأخذ المجموعات فرصة في التطوير وتعيد طرح تصورها. بعد ذلك يغير القائد أفراد المجموعات بنفس الطريقة الأولى عن طريق الكلمات والجمل، ويقسمهم إلى مجموعات ثلاثية تقترح مشاهد جديدة، وهكذا حتى يتم تجميع 8 مشاهد. ثانياً، تعود المجموعة إلى الصفين ويتم عمل المشاهد متتالية مع تعلم دور المجموعة، ثم يتم اختيار ترتيب المشاهد. وبهذا نكون انتهينا من هذه المرحلة. يبقى أن القائد من الممكن أن يختار تدريبات من طرق فنية متنوعة حتى يرفع مهارات المجموعة في أداء المشاهد. في جميع الأحوال، حينما تنتهون من إنجاز المشاهد فكونوا جاهزين للغناء والختام الكرنفالي.